أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بالإخوة والأخوات الصحفيين. المؤتمر اليوم راح يكون يتناول ثلاث مواضيع: حقائق عن الحراك الشعبي السلمي في البحرين، التصعيد الأمني ومسؤولية المجتمع الدولي، والعملية السياسية التي تحتاجها البحرين. تفضل الأستاذ محمود من التجمع القومي بأول محور. شكرا. مساء الخير اخواني اخوات. الواقع الحقائق اللي نشير اليها اليوم في هذا الجانب يعني هي كانت موضع تكرار في العديد من المناسبات اكدت عليها القوى السياسية الوطنية المعارضة، وهي تلخص الحقيقة رؤيتها إلى أسباب الحراك ولأسباب استمراره حتى الآن، إضافة إلى رؤيتها إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة. الحقيقة الأولى بأنه الحراك الشعبي في البحرين كما هو في الحراك في كل الأقطار العربية التي شهدت الثورات والانتفاضات يعود في أسبابه إلى سطوة الاستبداد والديكتاتورية وتفاقم حالة انتهاك حقوق الإنسان من قتل وتعذيب واعتقالات وملاحقات وقطع أرزاق الناس وغيرها من صنوف التمييز والإقصاء وإبعاد الكفاءات الوطنية. كذلك تفشي ظاهرة الفساد وسرقة المال العام والعبث بممتلكات الدولة وتعطيل الحريات. طبعا هذه أمراض تنخر في جسد أو في هياكل الدولة، يضاف لها أيضاً بعض الممارسات المدمرة على طريقة استبدال الشعب بشعب عن بملف التجنيس كما تعرفون. هذه كل القضايا تعطي الحراك الشعبي الوطني مشروعية في انطلاقته وفي استمراريته حتى الآن، طالما بقت هذا الاختلال وهذه الأمراض تنهك في جسد الوطن دون أي آفاق لحل سياسي يخرجنا من هذا النفق. الحقيقة الثانية وأيضا هذه تدركها القوى المعارضة بشكل من أول يوم حقيقة من انطلاق الانتفاضة، وهي في أنه أي صراع سياسي في نهاية الأمر أطراف هذا الصراع لابد أن تجلس للتفاوض والحوار، لأنه هو هذا السبيل الوحيد للخروج من أي أزمة. طبعا المعارضة تدرك هذا الشيء كما قلت منذ البداية، لذلك هي رحبت جلست مع كل القوى السياسية الأخرى لتناقش سبل الخروج من الأزمة، رحبت بمبادرة ولي العهد في أول انطلاق الحوار، وقدمت مرياتها وقبلت دعوات كل الحوار التي تم توجيهها إليها، وقدمت مثل ما قلت أيضا مرياتها في هذا الاتجاه. الحقيقة الثالثة هي محاولات حقيقة اللي جرت لإلباس هذا الحراك الوطني لبوس طائفية، وهذه هنا السلطة تتحمل دور كبير لأن هي تعتقد هذا النهج ربما يساعدها على احتواء أو إفشال الحوار، لذلك عملت بكل ما تستطيع على أخذ هذا الحوار إلى مواقع طائفية والدفع لتقسيم المجتمع. ساندها في ذلك بعض القوى التأزيمية التي يغلب على خطابها خطاب تأزيمي إقصائي وانتقامي. الحقيقة الرابعة بأن أي عملية حوارية أو تفاوضية عندما تجري في ظل شروط بالغة القسوة أو بالغة الاختلال لصالح طرف على حساب طرف، إضافة إلى غياب التهيئة السليمة وتهيئة الأجواء لإنجاح هذه الخطوة الحوارية أو العملية الحوارية، هناك وهم إذا كنا نتوقع لنجاح هذا الحوار في ظل هذه الأجواء. لذلك نحن نطالب ونؤكد على ضرورة تهيئة الأجواء
قبل الدخول في أي حوار جاد ومبني على أسس سليمة. هذه الأسباب الحقيقة وهذه الحقائق تطرح سؤال مهم حول جدوى وعملية أي حوار، لذلك تحوم الشكوك حول الجمود الحاصل الآن، وليس هناك أي معطيات حتى الآن تؤشر بأن السلطة جادة وعازمة في الدخول مع القوى السياسية المعارضة في حوار جاد. يعني هذه مسائل أعتقد أشير لها بسريع، أترك القضايا الأخرى للإخوان. مساء الخير جميعا. في الحقيقة احنا نشاهد اليوم هذا التصعيد الأمني الكبير اللي موجود حاليا، يتمثل في نقاط التفتيش، إهانة المواطنين عند نقاط التفتيش، كل ذلك تدعي السلطة بأنه إجراءات أمنية بهدف سباق الفورمولا. لا أعتقد بأن القائمين والمالكين لحقوق الملكية لسباق الفورمولا وهم معنيين بجانب حقوق الإنسان يمكن أن يقبلون هذه الإهانات للمواطن البحريني وتقسيم البلد إلى مناطق عسكرية وعسكرة المجتمع بهدف فقط ما يسمى بحماية سباق الفورمولا. في الجانب الآخر اليوم أيضا صدرت أحكام تصل إلى 15 عام ضد مجموعة من المعتقلين من ضمنهم حسن البحراني والمجموعة التي اعتقلت واتهمت بمحاولة الهرب بالطراد دون أن يكون هناك تحقيق حقيقي فيما يتعلق بالتعذيب أو أن تكون هناك إجراءات حقيقية لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب. لذلك للأسف الشديد هذه الأحكام المغلظة التي تصدر والعالية تماما تصدر بالرغم من علم السلطة وعلم القضاء بأن الاعترافات يتم انتزاعها بالتعذيب دون أن يكون هناك تحقيق حقيقي. وللأسف أن هذه الآلية الآن التي يسير عليها النظام البحريني ما زالت مستمرة، اعترافات تحت التعذيب وأحكام عالية مغلظة بناء على هذه الاعترافات. هذا إحنا نعتقد أن استمرار هذا الوضع حقيقة واستمرار التعذيب بهذه المنهجية واستمرار القضاء بإصدار هذه الأحكام يشكل حقيقة إهانة أولاً إلى القضاء الذي يجب أن يكون مستقل ويجب أن لا تصدر أحكام بناء على استمرار التعذيب. المجتمع الدولي مطالب أولاً بأن تكون هناك جدية في مسألة وقف التعذيب سواء كان في التحقيقات الجنائية أو في سجن الحوض الجاف وباقي المعتقلات أو في المراكز الشرطة. في الجانب الآخر أيضاً لابد أن تكون هناك إجراءات وتنتقل سواء كانت الدول أو المنظمات من الإدانة لما يحصل في السجون من تعذيب إلى مواقف أكثر تشدد اتجاه النظام البحريني لوقف التعذيب في السجون ومن ثم وقف هذه الأحكام. إحنا ندعو المجتمع الدولي حقيقة إلى أن لا يعتد بهذه الأحكام المغلظة التي تصدر من قبل القضاء البحريني لأنها صادرة بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. في الجانب الآخر أيضا واضح تماما من خلال تصريحات وزيرة شؤون الإعلام سميرة رجب بوجود الدرك الأردني في البحرين ومن خلال مقتل الضابط الإماراتي في أثناء قمع التظاهرات في منطقة الديه بأن النظام يستعين بقوات أجنبية بهدف قمع الشعب البحريني. ومن ثم إحنا حقيقة المعارضة البحرينية كانت وما زالت محافظة ورافضة إلى أي تدخل أجنبي في هذا الجانب، ولكن النظام نحن نعتقد بأنه يتحمل مسؤولية في هذا الجانب عندما يستعين بقوات أجنبية في هذا الموضوع. وبالتالي هناك وضع أعتقد أنه مختلف على الصعيد الداخلي والصعيد الإقليمي بعد استعانة النظام بهذه القوات. أيضا المجتمع الدولي مطالب أن يكون له موقف كما كان له موقف في موضوع القرم
وفي موضوع كوسوفو وفي موضوع ألبانيا وفي العديد من المناطق يجب أن يكون له موقف اتجاه وجود قوات أجنبية في داخل البحرين واستعانة النظام بهذه القوات لقمع الحركة في البحرين، وهذا اتضح من خلال ما حصل في منطقة الديه، سواء كان هذه الاستعانة تحت يافطة درع الجزيرة، تحت يافطة الاتفاقية الأمنية اللي المعارضة أصدرت أكثر من بيان أكدت أنها ترفض الاتفاقية الأمنية لأنها تشكل انتهاك للسيادة والاستقلال للبلد أساساً ولحرية المواطن البحريني. وبالتالي أنا أعتقد بأنه يجب أن تتوقف الدول وتتوقف المنظمات أمام تصريح وزير شؤون الإعلام بخصوص وجود قوات الدرك الأردنية. شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي بس إضافة بسيطة بالنسبة حق الحرك القائم على ساحة البحريني بالنسبة حق الفورمولا 1، إن المحافل والمنظمات الرياضية تشترط في إقامة أي نوع من المحافل الرياضية باحترام حقوق الإنسان للدول يعني، وهذا الشيء نشوفه أنه غير مطبق في البحرين يعني بالنسبة حق البحرين فورمولا 1. إحنا يعني مؤخراً لاحظنا أنه بالنسبة حق الأولمبيات الشتوية اللي قامت في روسيا لأسباب لها علاقة بالقوانين اللي تتعلق بالمثليين، قاموا القيامة حاولوا أنه يغيرون موقع الحدث من روسيا إلى مكان آخر. المحافل الدولية ضغطت على الجانب، بينما في البحر نشوف ما في شيء من هالنوع يعني. حين 3 سنوات نشوف الفورمولا 1 قائم كأن شيء لا يحصل في البحر، كأن لا يوجد هناك أي انتهاك لحقوق الإنسان، وهذا يدللنا على أن المحافل والمنظمات الدولية ما تراعي أبسط القواعد اللي تعتمدها أنها مقياس لإقامة أي نوع من حدث رياضي في أي منطقة في العالم. إحنا نأكد على جانب واحد، أنهم يأخذون موقف من البحرين إذا أقاموا الحدث السنة، أن يشترطون على البحرين إذا الأزمة ما انحلت في البحرين السنة القادمة لقبل موعد السباق القادم أن يعطون البحرين نوع من التنبيه أنه ما بنقيم هالحدث في البحرين السنة الجاية يعني. هذه أضعف الإيمان، هذه اللي نتوقع من المحافل الدولية. ازدواجية المعايير بالنسبة حق منطقتنا احنا ندركها في المنظمات الدولية القانونية السياسية، بينما في المحافل الرياضية المفروض ان الهدف هو الجمهور والشعب مو المؤسسات اللي تنظم. هذه من زاوية. من زاوية ثانية بالنسبة حق حق التجنيس، احنا نقر يعني الدستور يقر انها هي حق من حقوق جلالة الملك، بس من اين يستمد جلالة الملك يعني حقه في اصدار الجنسية او اعطاء الجنسية لاي شخص؟ لان نتكلم عن دستور، نقول الدستور يقول لك الشعب مصدر السلطات، اين الشعب من مصدر السلطات؟ إذا الشعب يعني خلينا نكون واقعيين، إذا نقول نص الشعب مو راضي على التجنيس، كيف يحق للملك أن يصدر جنسيات لأناس من خارج البلد؟ هذا من ناحية. ومن ناحية التمييز الحاصل، لما احنا نستمر في موضوع التمييز، أمس كان في لقاء حواري بين أطراف المجتمع بالنسبة حق كراهية النظام أو موضوع أن في هناك من يشنج من يصعد بالنسبة حق الكراهية. احنا نقول هذه أمور حصلت نتيجة الأزمة، نتيجة الاحتقان، نتيجة التراكمات. واحنا كمعارضة لا نعترف بالطائفية بالنسبة حق حركتنا يعني. احنا ننطلق من منطلق وطني، ونحن ندين كل انواع التمييز والطائفيه، وعندنا اساس ان احنا المشكله سياسيه
بحتة، المشكلة أزمة دستورية تحل عن طريق الحوار بين عناصر الاختلاف. وهذه اللي بغيت أضيفه، وشكرا لكم. الأزمة في البحرين سياسية بامتياز، أبدأ بهذا العنوان، وكانت موجودة قبل الاستقلال، بعد الاستقلال، بعد أن دشنا دستور 73 كان يأمل البحرينيون أن نتجاوز المشاكل السابقة السياسية، يكون هناك عقد اجتماعي، وتفعيل لهذا العقد الاجتماعي جاء حل المجلس الوطني في 75 ليعيد المشكلة السياسية إلى الواجهة، ودستور 2002 كرس هذه الواجهة. بما أن البحرين تعيش أزمة سياسية لعقود، فالحل في البحرين نعتقد أنه يحتاج إلى عملية سياسية حقيقية. لا يوجد عملية سياسية حقيقية، كنا نأمل أن تنطلق في إبان 14 فبراير 2011، ولكن كانت هناك مناورات سياسية غير جادة لكسب الوقت، إلى أن تدخل قوات درع الجزيرة وما شابه، وكل الحوارات التي انطلقت كانت مناورات سياسية، لأن الحكم ليس لديه مشروع حقيقي لإعادة هيكلة الدولة وبناء السلطات على أساس أن تعاد هذه السلطات إلى الشعب، الشعب مصدر السلطات، وتكون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية وباقي ما يفرز عنها من سلطات بيد الشعب، وأن تكون هناك عدالة ومساواة لكل أبناء الشعب. أي عملية سياسية، والشعوب العربية الآن وعت بعد ما يعرف بالربيع العربي، أي عملية سياسية لها أركان، ومن أركان أو مقومات هذه العملية السياسية تهيئة الأجواء في كل ما حدث في الربيع العربي. لا نتحدث عن شيء مجهول لا أحد يعرفه. في الدول التي بها حروب أهلية يتحدثون عن تهيئة الأجواء، إطلاق سجناء، مصالحة أو ما شابه. في البحرين ترفض السلطة أن يكون هناك جزء من العملية السياسية تهيئة أجواء حقيقية. خارطة الطريق يتحدثون في مصر ابتداء، وثم في بعد ثورة 30 يونيو يتحدثون عن خارطة الطريق، وبعد الحكم الانتقالي يتحدثون عن خارطة الطريق، في تونس خارطتي طريق قبل الاتفاق الأخير وبعد الاتفاق الأخير، في ليبيا أيضا يتحدثون عن خارطة الطريق رغم ما حدث في ليبيا، في اليمن يتحدثون عن خارطة الطريق. في البحرين ممنوع الحديث عن خارطة الطريق، ممنوع أن تتحدث عن خطوات إلى أن تصل إلى نظام السياسي الذي يقبل به غالبية الشعب. الاتفاق على الأسس والمبادئ لا يناقشون في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس أن المواطنين متساوون. في البحرين لا، يجب أن نتحدث ابتداء أن شريحة من المواطنين التي تنتمي إلى مذهب معين، هل هم يتساوون في الحقوق والواجبات أو لا يتساوون في الحقوق والواجبات؟ يعني العملية السياسية في البحرين تتحدث عن أبجديات الحقوق الأساسية لكل البشر، نحن يجب أن نتفاوض هل نعطي هؤلاء فقط لأنهم ينتمون إلى مذهب معين، فقط نثق فيهم بعد أن نجربهم. يعني أن شريحة كبيرة غالبية سياسية في البحرين يقولون، الأقلية السياسية تقول عنهم، نحن لا نثق بكم أن تكونوا في الجيش ولا في الأمن ولا في الوزارات ولا وزراء ولا نواب ولا غالبية نيابية، لأننا لا نثق بكم، مع أن الممارسة ممارسة الأقلية على عقود من الزمن، هم الذين يشرعون القوانين الظالمة، هم الذين مسؤوليتهم توفير الخدمات ولا يوفرونها بعدالة ولا يوفرونها حتى إلى كافة المناطق سنية وشيعية وهناك ترهل، هم الذين مسيطرون على القضاء وهم الذين يسيسون القضاء، هم الذين يسيطرون على الأمن ولا يوفرون الأمن للجميع، والمحروم من كل هذه السلطات عليه أن يثبت أنه أهل لأن يصل إلى هذه السلطات. هذه المبادئ إلى الآن نحن في البحرين للأسف، وهذا يعني يمس الإحساس الإنساني، الكرامة الإنسانية، أنك تتفاوض
على حقوقك الأساسية في الكرامة، في الحياة، في المساواة، في العدل، في الشراكة في سلطات الدولة التي أنت تنتمي إليها. تفاوض على الحلول لا يوجد، هناك سقوف يعني خليني أقول هذه السقوف التي تسرب بين الفينة والأخرى هي سقوف هذه الحد التعديل الذي يمكن أن يطرأ على السلطات الحالية سواء الدوائر أو القضاء أو ما شاب، وهذه جزء أساسي من العملية السياسية، اللا وجود لتفاوض حقيقي حول الحلول. لا يوجد ضمانات للتنفيذ، وعايشنا في 73 بعد إقرار الدستور عقب 18 شهر من بدء العملية السياسية، حل المجلس الوطني وعطل الدستور، في الميثاق نفس العملية حدثت، أنه بعد الميثاق جاء دستور 2002 بإرادة منفردة، يقولون لك تعال شارك في العملية السياسية 2006 إلى 2010 على اتفاق أن سيكون هناك تغيير من الداخل، لا تغيير من الداخل، لا مساحة للتغيير من الداخل، يعني لا يوجد ضمانات، وأي عملية سياسية بلا ضمانات للتنفيذ تكون عملية فاشلة. التنفيذ وما يتطلب من مراحل انتقالية في كل العالم، هناك حكومات تصريف أعمال، حكومات انتقالية ما شابه، إلى أساس أن تنتقل من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي، هذا غير مطروح في البحرين. مقومات أخرى، إعلام تصالحي، بيئة اجتماعية تصالحية، اعتراف بالآخر، كل هذا غايب عن العملية السياسية. إذن لا يوجد إلى الآن في البحرين عملية سياسية حقيقية تحل الأزمة، لأن الخيار الآخر هو خيار تصعيد أمني، هو خيار مقايضة الوضع الإنساني بالمطالب الإنسانية. يعني السلطة تأخذ معتقلين، تحاكم أناس، تفصل أناس من وظائفهم، تحرمك من حقوقك الدينية واحترام الحقوق الدينية، تشوه صورتك في الإعلام، على أساس أن هذا الضغط الإنساني عليك يجعلك تتنازل عن حقوقك الإنسانية الطبيعية في الكرامة، في العدالة، في المساواة، في الشراكة، في السلطات. هذه العملية التي تعرفها السلطة، السلطة لا تعرف الحوار السياسي البعيد عن الضغط الإنساني، هي تستخدم هذا الوضع الإنساني، سحب الجنسيات وما شابه، كل هذه المشاكل على أساس أن تخفض المعارضة من سقوفها. نحن مشروعنا ليس به مناورات سياسية، وليس به رغبة بالاستئثار بالسلطات. نحن في القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عندما نتحدث عن دوائر عادلة، صوت لكل مواطن، نحن ننطلق من مبدأ إنساني أن كل البشر متساوون في الحقوق، وهذا مرسخ في كل المواثيق العالمية والدولية، ويجب أن تلتزم البحرين بها. فهذا مشروعنا. في قبال مشروع عندما تأتي السلطة وتتحدث عن توزيع الدوائر، وبما أنها سلطة حاكمة يجب أن تكون متساوية مع كل المواطنين، يقولون لا، احنا نعطيكم دائرة فيها 17,000 ودائرة فيها 700 ناخب، ونوزع الدوائر على أساس المحاصصة. هذا مشروع المعارضة، المساواة، وأن كل المواطنين متساوون في الحقوق ابتداء من الحقوق السياسية، وهذا مشروع السلطة بالنسبة إلى العملية الانتخابية ابتداء من الدوائر، وهي تتحكم بكل العملية الانتخابية. موضوع عندما نتحدث عن السلطة التنفيذية، مشروع السلطة يتحدث عن تعيين بالكامل وتسيير لإدارة البلد بالكامل وهيمنة من خلال الحكم على تعيين الوزراء وإقالتهم وبرنامج الوزارة، ونحن نتحدث عن تمثيل حقيقي للناس من خلال التمثيل النيابي، ويعكس هذا التشكيل في الحكومة، وأن تكون هذه الحكومة مساءلة، وأن يكون رئيس الوزراء مساءل، وأن تكون القرارات قرارات حكومة وليست قرار أفراد. هذا المشروع الحضاري للمعارضة، والمشروع الذي تدافع عنه السلطة أن لا، يجب أن يستمر التعيين ويجب أن تستمر المحاصصة. نتحدث عن برلمان، بما أن الحكومة ستمثل الناس، نريد أن نوسع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، وهذا مشروعنا، بحيث أن لا يكون هناك فساد
والحكومة ترفض أن تعطي الصلاحيات الحقيقية للبرلمان. نتحدث عن قضاء مستقل ليكافح كل أشكال الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ولا يسيس، والحكومة تقول أنها تريد أو السلطة تريد أن تستحوذ على تعيينات القضائية وتجعلها كأنها مكاسب لكي توجهها في المستقبل إلى ما تريد. القوى الأمنية، لا أحد من القوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ترفض الأمن، ولكن الأمن لمن؟ للنظام فقط؟ لشريحة من المواطنين أم الأمن لكل المواطنين؟ نحن ننبذ العنف ونرفض الإرهاب ونرفض التفجيرات، ولكن يجب أن يكون هذا الرفض يقابل بأن يخرج من السلطة ومن الموالين لها من يرفض استخدام الشوزن، من يرفض الاستخدام المفرط للقوة، من يرفض قتل وتعذيب الناس سواء كان في السجون أو في الشارع، من يرفض أن يفصل الناس على اعتقاداتهم. فكل هذا يجب أن يكافأ إذا كنا نريد أن ننتقل بعملية سياسية. كل ما تحاول أن تقدم السلطة مشاريع هي مشاريع في إطارها الخارجي تحاول أن تحاكي الديمقراطيات، ولكن تختطفها. تقول أن الدوائر 20 دائرة إلى المعارضة و20 دائرة إلى الموالاة، وأنها ستلعب في دائرة أو دائرتين، فالغلبة ستكون عند الموالاة، يعني ستحاول تجتهد أن يكون الغلبة عند الموالاة. فإذا أعطيتم حكومة وإن يصوت عليها المجلس، هذا الشكل أن المجلس يصوت على الحكومة لأن الغالبية لدى السلطة، فالحكومة التي ستنتج عنها حكومة السلطة، لأن الغالبية هي من سيصوت لهذه الحكومة. يعني ما قيمة هذه الحكومة التي يصوت عليها المجلس إذا كانت الانتخابات غير عادلة وتفرز غلبة للموالاة؟ صفر. تمثيل الشعبي صفر. إذا جئنا إلى البرلمان أعطينا صلاحيات ولكن الغالبية للموالاة والحكومة للموالاة، يعني الرقابة في يد، مثل ما الآن اللي يتابعون الوضع البحريني، الاستجوابات تسقط أو تسرق أوراقها وأنتم كرامة في الحمامات. هذا الوضع اللي موجود، هذا سيصبح مكرر، ولكن بشكل أن يقول أن هذا مشروع السلطة. لا يوجد إلا عملية سياسية حقيقية لحل الأزمة السياسية في البحرين. كل الخيارات الأمنية سقطت، هي تراكم المشاكل لا تقدم أي حلول. نحن نخاطب السلطة ليس لأننا نحاول أن نستجدي الحوار، فرق بين أننا نستجدي الحوار وأننا مؤمنون أن مخرج البحرين من أزمته السياسية هو العملية السياسية المتكاملة الأركان التي تحتوي على تهيئة الأجواء وتحتوي على خارطة الطريق وتحتوي على التكافؤ في العملية التفاوضية وتحتوي على المواد المختلف حولها من السلطات الخمس: التنفيذية، التشريعية، القضائية، الأمن، القضاء وباقي الملفات مثل التمييز والتجنيس والدوائر الانتخابية، وأن يكون هناك مرحلة انتقالية للتنفيذ وثم ضمانات لهذا التنفيذ لننتقل بعد ذلك إلى المؤسسات الدستورية الحقيقية التي تحتضن كل الشعب وتنطلق من خلالها العملية السياسية المتكاملة والعملية التنموية المتكاملة. نكتفي بهذا القدر ونترك المجال إلى الأسئلة. تفضلوا، اللي عنده سؤال تفضل. إلى الآن لا يوجد أي شيء مقدم من السلطة رسميا، كل ما يتحدثون عنه هو تسريبات من خلال بعض الشخصيات هنا وهناك أو الإعلام. شكرا.
المعارضة الوطنية الديمقراطية تقول: ما لم يتغير الوضع السياسي بمفردات الخمسة المختلفة، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، الدوائر الانتخابية، القضاء والأمن، بصورة جوهرية بحيث يبقى الوضع الحالي كما هو، لن تشارك في العملية الانتخابية. ما قيمة المشاركة في عملية انتخابية تكرس هذا الاستبداد والاستئثار وأقصاء الشعب؟ يعني ما خرجنا من البرلمان كمعارضة على أساس أن نعود له بذات الكيفية؟ وما قيمة المشاركة مجددا إذا كنا شاركنا، هناك من شارك في 2002 من القوى الوطنية ولم يستطع التغيير، هناك من شارك في 2006 إلى 2011 ولم يستطع التغيير ولا مادة واحدة في الدستور أو القوانين الأساسية، فما قيمة المشاركة في ذلك؟ البلدية كذلك؟ الآن يعني أنا الحدود اللي أستطيع أن أدلي به أن المشاركة في العملية الانتخابية بهذا الواقع الذي مكرس لن يكون إذا لم يتغير بجدية. يعني للأسف أن السلطة دائما تأخذ ما يجري في الساحة الإقليمية كمبررات لأن لا يكون هناك تواصل حقيقي وجدي في العملية السياسية. للأسف بعد قرابة 3 أشهر الآن من لقاء ولي العهد مع المعارضة، إلى الآن لا نجد عملية جدية حقيقية وخطوات جدية حقيقية للإصلاح السياسي. نختم، تفضل. في خبر أن ولي العهد أرسل مبعوثين إلى جمعية الوفاق قبل أسبوع واحد من فورمولا 1 يعني تهدئة الشارع أو عدم يعني خلق بيانات أو معارضة كبيرة للفورمولا، هل هناك تعطينا بشهادة كل المراقبين المحليين والدوليين أن المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين هي معارضة راقية وطنية سلمية حضارية وصلت إلى أبعد الحدود، آخرها يعني بيانات تصدر من نواب ومن شخصيات عربية تقول أن هذه المعارضة حفظت البحرين وحفظت الوحدة الوطنية رغم ما يقوم به النظام من شحن للوحدة الوطنية كما تفضل أستاذ محمود، وأن هذا الوضع المتأزم لو كانت المعارضة غير وطنية وتنحو إلى العنف وتراهن على الخارج لا يمكن لا سمح الله أن البحرين انجرفت. لا يوجد أي شيء في خطاب المعارضة وفعاليات المعارضة إلا الأساليب الحضارية والأساليب الراقية. الكلام عن تهدئة أو الكلام عن أشياء أخرى لو كنا متشنجون لا يوجد هذا الحديث. شكرا، جزاكم الله خير.